أما دلوقتي فهنتكلم على الخطر الثالث والأخير من موضوعات درسنا النهاردة، وهو الاحتباس الحراري أو ما يسمى بالدفء الكوني. زي ما انتوا شايفين من الصورة دي، مداخن بتاعة مصانع بتخرج الدخان بتاعها بشكل كثيف جدا، وده عامل من العوامل اللي بتعمل ظاهرة الاحتباس الحراري. طب تعالوا نتعرف على الاحتباس الحراري يعني ايه. الاحتباس الحراري هو ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الأرض. زي ما انتوا عارفين ان الغلاف الجوي طبقات، الطبقة منه اللي قريبة لسطح الأرض دي بتسمى الطبقة السفلى. فالاحتباس الحراري هو عبارة عن ان درجة حرارة الطبقة السفلى دي من الغلاف الجوي اللي هي قريبة للأرض تبتدي ترتفع شيء فشيء، فده بيسمى الاحتباس الحراري أو ما يسمى بشكل آخر اللي هو الدفء الكوني. دي خريطة الاحتباس الحراري على مستوى العالم زي ما احنا شايفين تحت الدرجات من 0 ل 8. طبعا دي 8 أعلى درجة وصل لها الحرارة على مستوى العالم، وصفر دي أقل درجة. نقدر من الصورة نشوف على مستوى العالم إن أكتر درجات حرارة عالية هي في القطب الشمالي، ده بيأثر بشكل كبير على درجة حرارة الكون. دلوقتي هعرض لكم فيديو هيبين لكم اختلاف درجات الحرارة من سنة 1980 لغاية سنة 2010. الفيديو ده بيوضح زي ما قلنا اختلاف درجات الحرارة على مستوى العالم من سنة 1980 لسنة 2010. تقدروا تشوفوا في الفيديو اللون الأصفر ده معناه تغير درجة الحرارة من البرودة للحرارة اللي بتزيد، ودي هي ظاهرة الاحتباس الحراري. زي ما انتم شايفين الأصفر ابتدى يزيد، يزيد بشكل كبير وشكل مخيف. طيب تعالوا نوضح على الخريطة بعد ما شوفنا الفيديو، نشوف التغيرات اللي ظهرت لنا في الفيديو على الخريطة. لو جبنا تغير درجات الحرارة وزيادتها في العالم من سنة 1980 لسنة 2010، هيبقى واضح قدامنا قوي في الصورة ان 2010 وصلت معدلات درجات الحرارة انها زادت اضعاف اضعاف، بدليل ان اللون اتغير من اللون اللبني الفاتح اللي هي درجة الحرارة المعتدلة الى اللون الاصفر المايل للحمرة. ده سببه ايه؟ يعني الاحتباس الحراري دوت بيحصل من ايه؟ ايه اسباب حدوثه؟ طبعا الغازات الدفيئة اللي عمالة تنبعث من كوكب الارض دي كلها بتسبب الاحتباس الحراري. كمان الانشطة اللي بيعملها البشر زي الصناعة والتعدين دي كلها بتسبب الاحتباس الحراري. كمان عمليات استخراج ونقل واستهلاك الطاقة، البترول والغاز الطبيعي، العمليات دي كلها برضو بتتسبب في الاحتباس الحراري. كمان عمليات قطع الغابات وإزالتها وإزالة الغطاء النباتي، ده بيعمل خلل في درجات الحرارة والتوازن. كمان حرق الغابات اللي هي حرائق الغابات اللي اتكلمنا عليها من شوية، دي سبب من أسباب حدوث الاحتباس الحراري. طبعا ده نتيجة اللهيب القوي جدا. النقط اللي احنا قلنا عليها هنوضحها دلوقتي. أولا من أسباب حدوث الاحتباس الحراري قلنا انبعاث الغازات الدفيئة، تاني حاجة الأنشطة البشرية زي الصناعة، تالت حاجة عمليات استخراج ونقل واستهلاك الطاقة، رابع حاجة قطع الغابات وإزالتها، خامس حاجة حرائق الغابات. طب احنا اتكلمنا على الأسباب، تعالوا نتكلم على الأضرار. ايه هي أضرار الاحتباس الحراري؟ أول حاجة من أضرار الاحتباس الحراري ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم. تاني حاجة زي ما قلنا ذوبان الجليد، وإن المساحة بتاعة القطبين بتقل نتيجة ذوبان الجليد. تالت حاجة لما يدوب الجليد هيرتفع منسوب مياه البحار والمحيطات. طيب لما يرتفع منسوب مياه البحار والمحيطات ده هيعمل نوع من إغراق للسواحل، يعني سواحل القارات أو البلاد هتبتدي يغرق منها بعض الأجزاء، وكمان بعض المدن الساحلية هيكون الغرق نصيبها. أما النقطة الأخيرة طبعا ده كله هيأثر في إن باقي عناصر المناخ زي الضغط والرياح والأمطار نتيجة الاحتباس الحراري هتبتدي هي كمان تتغير طبيعتها. طب تعالوا مع بعض نستعرض إيه هي الجهود اللي نقدر نعملها عشان نقلل من الاحتباس الحراري.
أول حاجة إن إحنا نرشد استهلاك الطاقة وندور على مصادر طاقة متجددة ونظيفة، يعني مش لازم نستخدم الطاقة على الفاضي والمليان. تاني حاجة إن إحنا نوقف تماما إزالة الغابات وقطع الأشجار، ونحاول نتحكم في الحرائق اللي بتنشب فيها. تالت حاجة المخلفات اللي بتخرج من النشاط الإنساني نحاول نعمل لها إدارة بطريقة علمية، تعمل نوع من أنواع تقليل الانبعاثات الحرارية، يعني المخلفات دي ما يتمش حرقها، لأن احنا كده بنساهم في إن احنا نزود حرارة الأرض أكتر. النقطة اللي بعد كده نعمل ضرائب زيادة على الناس اللي بتستخدم طاقة ما تكونش طاقة نظيفة، وتكون طاقة بتساعد على زيادة الانبعاث الحراري. طبعا كل ده عشان نعيش في كوكب نظيف وآمن. ودلوقتي وبعد ما انتهينا من شرح كل نقط الدرس، هنعمل ملخص سريع للدرس بطريقة الخريطة الذهنية. ركزوا معايا على الألوان اللي احنا اشتغلنا عليها طول الدرس. احنا درسنا كان اسمه الأخطار البيئية، وقلنا ان عندنا من ضمن الأخطار البيئية خطر اسمه الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري دوت معناه زيادة وارتفاع درجة حرارة الأرض. الخطر التاني هو خطر التصحر، وخطر التصحر ده معناه ان الارض بتفقد قدرتها الانتاجية وبتتدهور. اما الخطر التالت وهو خطر حرائق الغابات، وقلنا الخطر ده معناه ان تقوم حريقة في الغابة تقضي على النبات والحيوان والطير. ودلوقتي جه وقت التدريبات عشان نقدر نقيس مدى فهمكم للدرس. السؤال بيقول اكتب المصطلح المناسب. عندنا جملة عايزين نكتب المصطلح المناسب ليها: دمار كبير يحدث بسبب طبيعي لا دخل للإنسان فيه. ايه هو ده يا ترى؟ ايه المصطلح اللي يعبر عن الجملة دي؟ اكيد هو الخطر الطبيعي. الجملة التانية: تدهور القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. طبعا الجملة دي بيعبر عنها مصطلح التصحر. الجملة الثالثة: ارتفاع تدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الأرض. طبعا الجملة دي بيعبر عنها المصطلح بتاع الاحتباس الحراري. تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده. أكمل بالإجابة الصحيحة. الجملة الأولى: تعتبر نقط من الثروات الطبيعية وجزء من النظام البيئي التي تساهم في استقراره. حد فيكم عرف؟ يا ترى ايه الكلمة اللي ناقصة؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. الغابات، تمام. تعتبر الغابات من الثروات الطبيعية وجزء من النظام البيئي التي تساهم في استقراره. طب نشوف الجملة التانية: يعد نشاط نقط أحد أهم أسباب حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. يا ترى ايه هو النشاط اللي بيكون واحد من أهم أسباب حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ ها فكرته؟ أكيد هو نشاط الصناعة. تمام مظبوط، برافو عليكم. السؤال الثالث: يعد نقط من أسباب حرائق الغابات. إيه يا ترى هو اللي بيعد من أسباب حرائق الغابات؟ طبعا لو جينا نشوف هنلاقي البرق والصواعق. برافو عليكم شطار. تعالوا مع بعض نتنقل لسؤال تاني. السؤال بيقول: كيف يمكن تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري؟ طبعا كلكم شطار وفاكرين من شرح الدرس ايه هي الجهود اللي ممكن نعملها عشان نقلل ظاهرة الاحتباس الحراري. طب ما تيجوا مع بعض كده نشوف الإجابات. أول حاجة: ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة. الحاجة التانية: وقف إزالة الغابات والتحكم في الحرائق التي تنشب بها. الحاجة الثالثة: إدارة المخلفات بطرق علمية تقلل الانبعاثات الحرارية. الحاجة الرابعة والأخيرة: زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد الانبعاث الحراري. أما ده فده سؤال ليكوا أنتوا، أجب بنفسك بما تفسر. تعتبر الغابات من أهم الثروات الطبيعية. عايزكم تفكروا، وأنتوا فهمتوا الدرس وقدرتوا تعرفوا النقط اللي فيه، فهتكون الإجابة بإذن الله سهلة جدا عليكم. إن شاء الله أعرف منكم الإجابة لما أقابلكم المرة الجاية. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس وحل تدريباته. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،
كان معاكم أستاذ هيثم المصري.